الحمد لله. اولا مبروك علينا ومبروك على جميع المغاربه ولجميع العرب كيف قلت وجميع الافارقه هذا الانجاز هذا اللي غيبقى تاريخي، والحمد لله يعني شرف كبير لينا كمجموعه اليوم نجيو نحضروا مع سيدنا نصر الله هذه المناسبه هذه اللي هو معروف عليها، هذا الشيء معروف عليه يعني اول رياضي في المغرب، وكنشكره بزاف من هذا المنبر هذا، ونتمنى ان شاء الله يتكرروا هذه السيناريوهات ويتكرروا هذه الانجازات باش نحضروا ان شاء الله بالشرف ديال سيدنا وشرف ديال ندخلوا الفرحه عليهم اولا وندخلوا الفرحه للشعب المغربي ان شاء الله. كيف قلت لك ان شاء الله تكون هذه البدايه، وان شاء الله مزيد من التالق ومزيد من النجاح ان شاء الله في المستقبل.